اهلا وسهلا كل متابعينا الكرام، متابعي منصة حكاية ابو كبير ميديا في كل مكان. النهاردة بنعلن لحضراتكم حالة الارصاد الجوية اليوم، يوم الاحد 10 ديسمبر 2023. فطبعا يا ريت كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي تكتب لنا في الكومنتات هي من محافظة ايه، وان شاء الله هعرض لحضراتكم نتيجة الارصاد الجوية في جميع محافظات مصر. طبعا الطقس اليوم، ان اعلنت هيئة الارصاد الجوية توقعات لحالة الطقس اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، لتسود أجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء، لتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية. وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد وباردا ليلا على أغلب الأنحاء. وكمان لفتت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأكدت على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. الجو النهاردة لطيف نهارا، والأرصاد طبعا بتكشف توقعات حالة الطقس في مصر، إن برضو أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات لحالة الطقس اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، لتسود أجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية. طبعا هنقول لحضراتكم درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر. بالنسبة لمحافظة القاهرة درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 14. العاصمة الإدارية درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 13. مدينة بنها درجة الحرارة العظمى 23، أما الصغرى 14. دمنهور درجة الحرارة العظمى 23، أما الصغرى 14. المنصورة درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 13. بالنسبة لمدينة الزقازيق درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 14. شبين الكوم درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 14. طنطا درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 14. دمياط درجة الحرارة العظمى 22، أما الصغرى 14. بورسعيد درجة الحرارة العظمى 22، أما الصغرى 14. الإسماعيلية 24 درجة مئوية للعظمى، 13 للصغرى. أما السويس درجة الحرارة العظمى 24، أما الصغرى 13. العريش درجة الحرارة العظمى 22، درجة الحرارة الصغرى 11. رفح 22 للعظمى، 10 للصغرى. رأس سدر 24 للعظمى، 15 للصغرى. أما نخل 22 للعظمى، 6 للصغرى. كاترين 19 للعظمى، 4 للصغرى. أما التور 24 للعظمى، 14 للصغرى. طابة 22 للعظمى، 13 للصغرى. شرم الشيخ 27 للعظمى، 18 للصغرى.
أما الإسكندرية 23 للعظمى 13 للصغرى. العلمين الجديدة 23 للعظمى 14 للصغرى. أما مطروح 23 للعظمى 12 للصغرى. السلوم 21 للعظمى 9 للصغرى. أما سيوة 21 للعظمى 10 للصغرى. رأس غارب 28 للعظمى 16 للصغرى. الغردقة 27 للعظمى 17 للصغرى. أما سفاجة 28 للعظمى 19 للصغرى. مرسى علم 28 للعظمى 18 للصغرى. شلاتين 29 للعظمى 22 للصغرى. حلايب 28 للعظمى 22 للصغرى. أبو رماد 28 للعظمى 21 للصغرى. رأس حدربة 28 للعظمى 12 للصغرى. الفيوم 24 للعظمى 11 للصغرى. بني سويف 24 للعظمى 10 للصغرى. المنيا 24 للعظمى 9 للصغرى. بني سويف 24 للعظمى 10 للصغرى. أسيوط 24 للعظمى 9 للصغرى. أما سوهاج 25 للعظمى 10 للصغرى. قنا 28 للعظمى 13 للصغرى. الأقصر 28 للعظمى 14 للصغرى. أما أسوان 31 للعظمى 15 للصغرى. الوادي الجديد 27 للعظمى 9 للصغرى. أبو سمبل 30 للعظمى 18 للصغرى. وطبعا احنا كنا بنقول لحضراتكم درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر. طبعا طقس اليوم ان اعلنت هيئة الارصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاحد عشر ديسمبر لتسود اجواء باردة الان على اغلب الانحاء. لتسجل درجة الحرارة الان على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية. وتوقعت هيئة الارصاد الجوية ان يسود اليوم طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وحارا على جنوب الصعيد وباردا ليلا على اغلب الانحاء. ولفتت هيئة الارصاد الى انتشار شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وأشارت الأرصاد إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأكدت على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة. طبعا احنا كنا بنرصد لحضراتكم نتيجة الأرصاد الجوية اليوم الأحد 30 ديسمبر 2023، ودي توقعات هيئة الأرصاد الجوية اليوم في أجواء الأحوال. وطبعا زي ما قلنا ان القاهرة النهاردة ب 24 درجة حرارة للعظمى و 14 للصغرى. العاصمة الإدارية 24 للعظمى 13 للصغرى. بنها 23 للعظمى 14 للصغرى. دمنهور 23 للعظمى 14 للصغرى. المنصورة 24 للعظمى 13 للصغرى. الزقازيق 24 للعظمى 14 للصغرى. شبين الكوم 24 للعظمى 14 للصغرى. أما طنطا 24 للعظمى 14 للصغرى. دمياط 22 للعظمى 14 للصغرى. بورسعيد 22 للعظمى 14 للصغرى. الإسماعيلية 24 للعظمى 13 للصغرى. أما السويس 24 للعظمى 13 للصغرى. العريش 22 للعظمى 11 للصغرى. طبعا بنشكركم جدا متابعينا الكرام، وإن شاء الله تنتظرونا في فيديوهات تانية كتير. النهاردة كنا بنعرض لحضراتكم حالة الجو والقرار اللي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية. نشكركم جدا متابعينا الكرام، وإن شاء الله تنتظرونا في فيديوهات تانية كتير. ويا ريت أي حد
محتاج ان هو يشوف درجة الحرارة عنده، يتابع اللايف للآخر ويسيب لنا كومنت لطيف. شكرا جدا متابعينا الكرام، مع السلامة.